طيب هناخد الأستاذ سامح من كفر الشيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فندم ممكن اكلم الدكتور بعد اذنك؟ اتفضل اتفضل يا أستاذ سامح. لو سمحت يا دكتور. نعم يا فندم. الو معاك يا فندم. مش لو سمحت يا فندم مش بشمش من الكورس والله عم نفسي من غضة شماعة يا فندم مش هتدلنا انا مش عارف بالله عليك ان احنا نفسي من الحاجات دي. طيب يا أستاذ سامح نعم يا فندم نرجع تاني ونقول الصوت مش واضح، يعني يا ريت تبعد عن التلفزيون لأن ذبذبات التلفزيون مع التليفون عاملة شوشرة على الدكتور مش عارف يسمع. معاك معاك يا فندم أنا بس خلاص يا فندم معاك. شكرا شكرا أستاذ سامح. اتفضل عيد يا أستاذ سامح. حاضر يا فندم. اتفضل يا فندم. بقول لك معاك يا فندم. معاك معاك اتفضل. بقول لك أنا عايز من بس طلب واحد من سيادتك يا فندم أنا أحمي نفسي من الكورسول أو من الغدة الصماء يا فندم، أخد إيه ولا أعمل إيه؟ عايز أحمي نفسي من الحاجات دي ما تجريش. أنت سنك كام سنة الأول؟ أنا عندي 35 سنة. وزنك كام كيلو؟ أنا طولي 185 ووزني 70. طيب اتفضل في التليفون وهكلمك. شكرا استاذ سامح شكرا. يعني عشان بعده ام عبد الله. الكوليسترول ماشي. والحاجات دي بيبقى لها علاقه بالنواحي الوراثيه. تمام. يعني السكر النوع الثاني والكوليسترول في امراض اسمها امراض المتلازمات الايضيه او الاضطراب التفاعلي داخل الجسم. الامراض دي لها علاقه جدا بالوراثه زي الكوليسترول العالي، اليوريك اسيد اللي هو حمض البوليج، السكر. الحاجات دي كلها بتبقى لها علاقة بالميتابوليزم أو بالتركيبة الكيميائية التفاعلية داخل الجسم بتتنقل بالأب والأم وكده. هو الراجل رفيع يبطل سجاير لو كان بيشرب سجاير، يمارس رياضة كل يوم نص ساعة والباقي على الله سبحانه وتعالى. أكيد أكتر من كده إن شاء الله. ويحلل كل 6 شهور. يبقى أكيد برضو التدخين وسوء التغذية يحلل كل 6 شهور بقى اللي هو كده اللي عنده لو في مثلا في العيلة تاريخ مرضي للسكر او كوليسترول او اليوريك اسيد او اي حاجه من دي مضطربه فهو يحلل كل 6 شهور مره سكر بعد الاكل بساعتين. والاكل هنا مش اي اكل. تمام. يعني ممكن اللي هو الاكل قلنا ازازتين كوكاكولا او ازازتين بيبسي او ياخد 75 جرام جلوكوز او سكر عادي على 2 كوباية ميه ويشربهم وبعد ساعتين يجيب الجهاز وهو قاعد في مكانه بنقولها 30 مره ويروح عامل تحليل بالجهاز اللي هو الشريط ثمنه 2 جنيه. تمام. لو طلع اكتر من 140 يتصل بينا كل 6 شهور وبعدين يعمل الدهون في الدم. معلش استعمل شويه يا عم حسام انا عارف. لا 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 ما فيش مشكله خالص. لا انا سامعك سامعك. بعد كده يتفضل مشكورا كل ست برضه كل 6 شهور يصوم 12 ساعه من 12 بالليل لحد 12 الظهر. في الحاله دي ممكن يروح المعمل بقى يعمل الدهون اللي هي في الدم الاربعه هم عارفينهم ان شاء الله ان شاء الله.